بالله ما تظبط. الله يخليك. ربما احيانا. فاجئنا الدكتور بالخبر ده يعني لسه. لا والله هو مش اعتزال. هو اكتفيت بالفتره اللي انا قضيتها في العمل في المنتخب. كم سنه يا دكتور؟ 16 سنه من 2002 ان شاء الله. فالحمد لله قلت جه الوقت بقى نفتح المجال للكوادر الشابه انها تكمل المشوار. شاب ايه؟ ما انت شاب. للعلم ان احنا لا خلاص بقى شاب والله يا دكتور. والحمد لله. مش صحي لغايه واحدة ونص تبقى شاب. انا صحي عشان خاطر الاستاذ ابو معاذ. الله يخليك، ده شرف لينا يا دكتور والله. فحضرتك الحمد لله شاركت بجزء بسيط بالانجازات اللي حصلت. ده جزء مهم. كان نفسي اوصل كاس العالم، نوصل منتخب مصر يعني يوصل كاس العالم، فالحمد لله اتحقق كده. بعد انجازات كتير بقى، بعد البطوله العربيه وثلاث بطولات افريقيه وكاس القارات وتاني افريقيا وكاس العالم، اظن يعني الحمد لله ربنا يزيد النصر لمصر ويتحقق اكتر من كده بعد كده مع كوادر صعبة شابه. الوقت ده نحتاج الكوادر في كل المجالات مش مجال الرياضه بس. الحمد لله فلسفتك في اتخاذ القرار يعني حاجه رائعه. اتفضل يا دكتور. طب اقول لحضرتك الكوادر دي مهمه جدا تكمل المشوار في اي مجال. عشان كل حاجه لازم 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 ان شاء الله مصر تسير بالكوادر الشابه. وفي الكوره، في الكوره بقى ايه اللي بيحصل؟ في كوادر شابه في المنظومه الاداريه، وفي كوادر شابه في المنظومه الطبية. يعني هديك مثلا بالدكتور المتميز محمد ابو العز، ده كان من الكوادر الشابة. ده مبقاش كوادر بقى، كوادر شابة صغير في السن، دارس الطب الرياضي في النمسا والمانيا وبيعمل معايشات مع فرق اوروبا، فطور بالفكر الجديد. ابتدينا نقرب للركين اللي بيحصل بسرعة كده في اوروبا. فحصل التطور ده في كاس العالم، بس احنا ما حسيناش بيه عشان النتائج ما ساعدتناش. لو كانت النتائج ساعدتنا كان ظهر دور التطور اللي حصل مع المنتخب الوطني في روسيا. ان التطور حصل بالنسبه للتغذية وبالنسبة للعلاج الطبيعي وبالنسبة للياقة البدنية حصل تطور كامل. بقينا نسير التطور السريع اللي بيحصل في الطب الرياضي في العالم. ابتدينا هنا لما حصل التطور للمنتخب بالتالي حصل تطور للأندية. واللي ساعدنا فيه ثلاث حاجات. اللي ساعدنا فيه الاحتراف للعيبة بتاعتنا في أوروبا، ساعدونا إن احنا نتعرف على أحدث حاجة بتحصل في الطب الرياضي في أوروبا، وساعدنا الكوادر الشابه اللي درست بره، وساعدنا اتحاد الكوره اللي ما دخلش علينا لما بنطلب اي طلب بيلبوه لنا قبل ما نروح كاس العالم. طيب بدات العمل في المنتخبات على طول يا دكتور ولا كنت في الزمالك؟ لا انا بدات العمل في المنتخبات على طول. كنت الاول بشتغل مع الكابتن الله يرحمه الكابتن العظيم الكابتن عصام بهيج. ايوه في مزارع دينا وفي كل فرقه بيروح. لا كل فرقه بيروح كان بيجيبها لي العياده. النجم اللبناني ومزارع دينا والسويس والترتاله. بدات من بدايه من التسعينات مع الشغل مع الكابتن عصام. كان اي فرقه بيروح يتولى المدير الفني كنت بساعده في المنظومه العلاجيه لهذه الفرقه. طيب بدات في المنتخبات مع مين المدربين يا دكتور؟ ابتديت مع الكابتن محسن صالح. وبعدين الكابتن حسن شحاته 2002 ولا 2002 مع الكابتن محسن صلاح. وفي عهد الرجل الجميل اللي هو حرب الدهشوري، وكان مجلس اداره عظيم جدا، كان اللي هو حرب والكابتن السيادي كابتن حماده امام وكابتن حماده امام والله يرحمه الكابتن ابراهيم يوسف. ايوه وكابتن اظن كابتن وكابتن طلعت فواز. ايوه يعني كانت مجموعه. بعد كده مع الله يرحمه الكابتن
سمير زاهر وكابتن هاني بوريدا وكابتن احمد شوبير وكابتن احمد شاكر بردك الله يرحمه. وبعد كده لا مين المدربين يعني بعد كابتن محسن؟ كابتن محسن بعدين الكابتن حسن. لا في تربيلي في النص. لا تربيلي لا انا كنت مريض ايامها اللي هو بس 9 أشهر دول. اي الف سنة. بعدين كابتن حسن شحاتة بعدين مستر برادلي بعدين الكابتن شوقي غريب وبعدين مستر كوبر. مين اللي معلق معاك قوي وانت شايف ان ده كان على ايده ممكن يبقى الكره المصريه تقدم اعظم نتائج عالميه؟ في المدربين الكابتن حسن شحاته ومستر كوبر. كابتن حسن شحاته كان نقدر نعمل احسن من اللي عملناه يعني كاس عالم. بص حضرتك كل واحد وليه وقته. الكابتن حسن كان عنده جيل عظيم الانجازات اللي ما اتعملتش ومستر كوبر عمل انجازات ما اتعملتش. يعني مستر كوبر برضك وصلنا كاس العالم بعد 29 سنه ومستر كوبر اجتهد وتعب ووصلنا افريقيا بعد 7 سنين. لا كل واحد عمل انجازات معينه. مستر برادلي جاب العلامه الكامله عمرها ما حصلت في مصر في تصفيات كاس العالم. ايوه فبرضك ده انجازات باستثناء مباراه غانا بس. باستثناء مباراه غانا. وكابتن شوقي غريب حاول يعيد يبني بس الوقت ما ساعدوش. طيب هل رشحت حد يبقى مكانك يا دكتور؟ بحكم الخبرات اللي عند حضرتك؟ والله لو طلب مني كنت ارشح بس هو ما طلبش مني. بس طبعا الموجودين كلهم على كفاءة عالية جدا واب تو ديت في الطب وان شاء الله هتبقى كويسة جدا. الخبرة هتجي لهم زي ما الخبرة جت لنا فربنا يوفق ان شاء الله. لأن أهم حاجة عندي إن المنتخب يرفع راسنا ان شاء الله زي ما عمل كتير ويساعدنا ان الكوره تسعد الشعب المصري. يا رب انا حسيت بيها ويا رب يوفقهم كلهم. وبشكر كل مجالس الادارات وكل الاجهزه اللي انا عملت معاها. في سؤال ومكتفي بالفتره دي وسعيد جدا بالفتره دي. انت راجل متصالح مع نفسك. عيبك الوحيد بس انك بتقرص في الطاوله. احيانا كنت بلعب معاه فاللي بيرميه اللي عاوزه بيجيبه فبقول له انت بتقرص قال لي احيانا فاصبحت احيانا دي كلمه السر. زي مره كنا في احد كنت في احد القنوات يعني المعروفه اون فكنت سهران الصبح في انتخابات الزمالك لقيت الدكتور حسام فاصل كده الساعه 8 الصبح من 11 بالليل انتخابات طولت ومستنيين الفرز فلقيته بيتصل بيا الساعه 7 قال يا عم انا نمت وصحيت وتعشيت وفطرت وكلمني فعلا الصبح يعني مكالمه لا تنسى يعني من الدكتور حسام. ايه الاسئله اللي عاوز؟ لا انا والله مش سؤال انا بتمنى له يعني طبعا التوفيق في حياته العمليه كراجل بيشتغل في الطب الرياضي وله اسمه وحفرت تاريخك يا دكتور ونرجو ان انت ترجع في قرار الاعتزال. لا 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 يعني شويه ضغوط كده ممكن نعمل لك وفد ولا حاجه. ده ليه لا يعني خالص عشان وصلتك. بالعكس انا بحييك على القرار ده وقرار كويس طبعا. انا الحمد لله وبشكر كل اللي ساعدنا وكل مجالس الدراسه. ربنا يوفقك فعلا. انا ما شفتش في النوم حاجه الحمد لله. انت محترم يا دكتور. انت محترم جدا. المنتخب وندعي ماتش النيجر يبقى بدايه منتخب مصر ويا ربنا يوفق الجهاز الجديد. انت حضرت الماتش النيجر بتاع زمان؟ حضرت هناك بالمعزه بقى. ايوه بتاع المعزه دي الشهيره جدا يعني. ده في المطار يا استاذ جمال. والله بيقول لك ايه اللي قاعد جوه المطار؟ هو شعار المنتخب. بناخد الشنط هي قابلتنا يعني. لا والله. اه والله. هو شعار المنتخب المميز. شعار المميز. يا رب بتوفيق حاجه يا دكتور. استاذ ابو معطي الحقيقي بقى يكمل المشوار. الجهاز الطبي عندنا فعلا جهاز على اعلى مستوى فعلا يعني اذا كان الدكتور محمد ولا الكابتن بدر ولا كابتن محمد احمد. هل في حد كان شغال مع حضرتك خد نفس القرار؟ يعني كابتن حسين حمزه ما زال موجود؟ كابتن حسين حمزه ما اعرفش والله. انا بعد ما خدت القرار كابتن حسين حمزه دا
ده قيمة وقامة كبيرة ومشوار رهيب تقريبا ما اعرفش ده تاريخ كبير جدا جدا ورغم من سنه كبر لكن يقدر من احسن المدلكين اللي جوه مصر فعلا ولغايه دلوقتي قادر انه يشتغل بس ما اعرفش هو قراره ايه انا ما بتدخلش يعني يا رب بالتوفيق لحضرتك يا حسام وعلى تواصل مستمر ان شاء الله وربنا يبارك فيك ويوفقك في الخطوه القادمه باذن الله طبعا دكتور حسام عنده مراكز رياضيه عديده عامل حاجه كويسه جدا يعني انا ما حبيتش اقول هو